السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرشد الزراعي. خلوني الأول أعزي نفسي وأعزي كل مواطن مصري، أعزي شعب مصر جميعا في شهداء حادث القطار، قطار سوهاج وأهالي سوهاج، وأيضا أعزي شهداء حادث العقار، ويعني أتمنى أنه في أسرع وقت ممكن إن شاء الله إن كان هناك بقية للأحياء في هذا العقار إن هم يطلعوا النهاردة سالمين غانمين. الحقيقة مصر حزينة، مصر حزينة، حاسين بوجع كبير، طبعا الحادث كبير، الحادث مش قليل، ولكن ده ما يمنعش إن احنا نظل صامدين، نظل مصرين على التخطي. الإحباط وفكرة أنه يعني بقالنا يومين بنبث روح الانهزام وروح الإحباط في نفوس بعض، والحقيقة وللأسف الشديد أن احنا اللي بنعمل ده، يعني سلوك ما حبش ان هو يكون منتشر بينا بشكل او بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عمالين طبعا احنا عندنا حدث عظيم جدا، وهو نقل المومياوات الى المتحف المصري الكبير. قبل ساعات من الحادث كان الحديث الاول والاوحد في جمهورية مصر العربية عن هذا الحادث العظيم والاعظم في هذا التوقيت. دلوقتي حدثنا عن شهدائنا في مصر، سواء كان شهداء حادث العقار أو حادث القطار، ولكن ستظل مصر صامدة، ستظل مصر واقفة، ستظل مصر قادرة دائما وأبدا على التخطي. ياريت مع حزننا يبقى عندنا دائما الإصرار ده، ما يبقاش عندنا روح الهزيمة، لأن احنا للأسف الشديد بينا في ناس كتير جدا ما بتصدق أي حادث علشان تبدأ تقول إنه يعني يا رب ما يحصل أبدا إنه مصر بتضيع. مصر عمرها ما هتضيع أبدا، ولو مصر كانت ضاعت بحدث قبل كده وكان هناك الكثير من الأحداث أكثر ألما وأكثر حزنا من هذا الحادث. طبعا كلنا حزن وكلنا أسى على الشهداء، لكن إن شاء الله صامدين مكملين في البناء ومكملين إن شاء الله في إتمام الحدث، حدث نقل المومياوات. مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة، مفيش حاجة اسمها إنه نقل المومياوات يعني كلام كده، أنا حتى مش عايزة أكرره على الهوى لأني محبش أبدا إن أنا أكرر الكلام السلبي، لكن في حاجة اسمها لعنة النفوس، في حاجة اسمها لعنة الفساد، في حاجة اسمها لعنة الإحباط، في حاجة اسمها لعنة كل نفس وحشة نفسها إن مصر للأسف ترجع لورا. مصر مش هترجع لورا أبدا، ولا مصر عمرها رجعت ورا بأشخاص ولا بأحداث. مرة تانية بعزي نفسي وبعزي كل الشعب المصري في شهداء حادث القطار وشهداء حادث العقار. النهاردة في برنامج المرشد الزراعي بنتكلم الحقيقة عن موضوع من أهم المواضيع الزراعية اللي بيستناها المزارعين، والأكثر بحثاً والأكثر تداولاً والأكثر استفساراً دائماً حول المحاصيل البستانية الزراعية. النهاردة هنتكلم عن التسميد، والتسميد الحقيقة من أهم العمليات الزراعية اللي بتجود بها الزراعة وبتكثر بها الزراعة وبيزيد بها الإنتاج، وهي عملية دقيقة، عملية تستحق دائما التدقيق، لأنه تطبيقها لابد أن يكون بمعايير دقيقة وممارسات واضحة. ويعني دايما كده الممارسات الخاطئة ممكن تودينا في حتة تانية، فإحنا النهاردة إن شاء الله في برنامج المرشد الزراعي هنركز على الممارسات الصحيحة في التسميد للمحاصيل البستانية. هيكون ضيفنا في هذه الفقرة مهندس عزت شمس، أخصائي المحاصيل البستانية بالإدارة المركزية للبساتين. أهلا بيك. أهلا بحضرتك.
اهلا بيك. وخلينا برضو ننبه على الساده المشاهدين ان احنا استفساراتنا او تليفوناتنا مفتوحه لحضراتكم، اي استفسار عن التسميد والمحاصيل البستانيه معنا النهارده مهندس عزت هيرد عليها ان شاء الله. خلينا اول نتكلم عن التسميد واهميه التسميد للمحاصيل البستانيه كاحد العمليات الزراعيه. طيب الاول نبتدي نقول البقاء لله في كل مفقودين ومصابي الحادثين او عده الحوادث والمشاكل اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، ومصر كبيره ومصر قادره انها تمر باي ازمه. احنا تاريخنا في الزراعه تاريخ كبير عظيم، يكاد يكون ان احنا نكون من اول الحضارات اللي تعلمت الزراعه وبدات يبقى عندها انتاج مستقل، بل ان احنا في يوم من الايام كنا سلال القمح والغله على مستوى العالم كله. وعشان نبتدي بقى يعني ناخد برضو من الجزئيه دي ونكمل ونقول ونتكلم في التسميد، هنقول ان اهميه التسميد هي الانتاج. احنا لسه كنا بنتكلم على الانتاج، احنا طول عمرنا معروف ان احنا من الدول اللي بتبقى عندها كميه انتاج كبيره. صحيح بيبقى بيحصل عندنا بعد كده في فقد في المحصول نفسه لاسباب مختلفه، ولكن احنا برضو هنهتم بالانتاج. ودلوقتي الاهتمام بالانتاج ما بقاش اهتمام ان احنا عايزين منتج كميته كبيره وبس، لا ده احنا عايزين منتج كميته كبيره وجودته كبيره برضه. طبعا. طيب نوصل للمعاملات دي كلها ازاي؟ من خلال عده عمليات زراعيه، من اهمها عمليه التسميد. الري طبعا يعتبر الري والتسميد هم اهم عاملين من هذه العوامل. طبعا. احنا النهارده في صدد التسميد، فالتسميد هو يعتبر العمليه الزراعيه اللي بتمد النبات بالعناصر الغذائيه او الغذاء تمام بتاعه، اللي هو بجانب الميه يعني بدور الميه ان هي مذيب تمام او وسط للتفاعلات، ان هي بتحول هذه العناصر من صورتها البسيطه الى الصوره المعقده العضويه اللي هي بتبني بيها الخليه بقيه الجسد بتاع النبات، ويتكون عندي النبات بكل بما يحمله من ثمار واوراق وفروع وكل شيء. تمام. احنا النهارده هنخص الموضوع شويه باشجار الفاكهه. تمام. اشجار الفاكهه والفاكهه طبعا عموما يعني الفاكهه غنيه عن التعريف، ولكن الفاكهه لها قيمه اقتصاديه عاليه جدا في الاقتصاد القومي المصري. شايف ده ازاي؟ الفاكهه يعني هقول لحضرتك احنا في خلال السنوات اللي فاتت الحمد لله مصر نجحت ان هي تكون من اكبر الدول المصدره للموالح، بل ان كمان في يعني انا على ما اتذكر السنه اللي فاتت او اللي قبلها احنا كنا الدوله رقم واحد في تصدير الموالح. فمحاصيل الفاكهه اصبحت في مصر دلوقتي محاصيل زائد عائد اقتصادي كبير، مش على المستوى المحلي فقط، ده احنا كمان على المستوى الدولي. الموالح، المانجو، الزيتون، العنب، الرمان، الموز، عندنا محاصيل كتير دلوقتي اصبحت بتتصدر بره والعالم كله بينظر لها. والاقبال دوت بدا يزيد اكتر لما المزارع المصري بدا يبقى عنده وعي اكتر، بدا يعرف ازاي يتحكم في معدلات الري بتاعته، بدا ازاي يعرف ازاي يستخدم الاسمده بالاسلوب الامن، ازاي يقلل من استخدام المبيدات او المواد الضاره اللي هي ممكن بتسيب تاثيرات في الثمار، فبتبتدي بسببها المستوردين ما يقبلوش على المحصول المصري او المنتج المصري. لما احنا بدانا نقلل الحاجات دي والمجهود وتضافر ما بين الجهات المختلفه، وصلنا لمرحله دلوقتي ان احنا بقينا في الموالح من اهم الدول المنتجه للموالح والمصدره للموالح على مستوى العالم. فمحاصيل الفاكهه، لا محاصيل الفاكهه مهمه جدا اقتصاديا وليها عائد كبير جدا، بس اهم حاجه نمشي الخطوات صح. طيب خلينا الاول نخلص التسميد في لو هنبدا باشجار الموالح بقى، بما ان احنا عندنا اشجار الموالح هي ذات القيمه الاقتصاديه الاكبر، وزي ما حضرتك بتقول احنا حققنا فيها انتاج يعني لا مثيل له او غير مسبق. طيب العمليات الزراعيه اللي اهمها التسميد لاشجار الموالح كيف تتم من الالف للياء؟ وطبعا يعني احنا بنبقى حريصين جدا في العمليات الزراعيه بالذات ان احنا نقول الخطوات بشكل دقيق جدا وبشكل مبسط لمشاهدي المرشد الزراعي. بالظبط. طيب هنبتدي حضرتك من خطوه اولانيه خالص بيغفلها كتير جدا من المزارعين، وهي فكره ان انا لما هروح اعمل انشئ البستان بتاعي او الحديقه بتاعت الفاكهه بتاعتي
اغلبهم ما بيهتمش بفكره ان هو يحلل الميه والتربه. حضرتك تحليل الميه والتربه دوت بالظبط زي ما انا بروح عند الدكتور عشان خاطر مثلا بشكي من مرض ما او من تعب، فهو بيقول لي اعمل تحليل 1 2 3 4 وتعال لي. ايه لازمه التحليل ده؟ هو مش لازمته ان هو عايز يتعبني او ان هو يلففني كتير، لا، هو عايز يعرف التركيبه الكيميائيه لجسمي ايه عشان بناء عليها يعرف يوصف الوصفه الطبيه المناسبه. صحيح. او لان الدواء اللي انا باخده ده تركيبه كيميائيه. تمام. السماد او الدواء اللي النبات هياخده هو تركيبه كيميائيه. صحيح. فلو انا مش عارف هو مصدر التغذيه بتاعه ايه ومصدر الري بتاعه ايه وتركيبته الغذائيه ذات نفسه كجسد للنبات ايه، مش هعرف اتعامل معاه. ممكن اديله عنصر في وقت هو مش محتاجه فيؤدي بيه ان هو يتجه لاتجاه غير اللي انا محتاجه خالص. تمام. والجزئيه دي هنجلها في يعني في الاستمرار الكلامي. يبقى اول خطوه المزارع لازم يعملها لازم نحلل الميه، لازم نحلل التربه. بالنسبه لينا احنا كاداره مركزيه للبساتين، في عندنا معمل شرق الدلتا لتدعيم الخدمات البستانيه، بنعمل التحاليل الميه والتربه اللي هي التعرف على نسبه الاملاح والعناصر الموجوده في التربه، ده مجاني. تمام. فقط احنا بنطلب من المزارعين ان هم يتواصلوا معانا من خلال الصفحه بتاعتنا ويبلغونا باماكنهم، وممكن بنروح بناخد منهم عينات وبنحللها لهم. التحليل مهم. تمام. عايز ياخد هو عينته ويحللها في معمل تابع للمديريه او في الاداره اللي هو تابع ليها او في المعامل الاخرى بتاعه الوزاره، براحته في اي مكان يحلل. المهم لازم يكون في تحليل للتربه. طيب انا هعرف ايه من تحليل التربه؟ هعرف من تحليل التربه نسبه الكربونات فيها قد ايه، نسبه البيكربونات فيها قد ايه، نسبه الكلور او الكلوريدات عموما فيها قد ايه، نسبه الكبريتات فيها قد ايه. تمام. دي كلها كده على بعضها، ونسبه طبعا عنصر الصوديوم، لان عنصر الصوديوم من العناصر المهمه جدا اللي هي بتعمل عندنا مشاكل كبيره جدا في التسميد. طيب الحاجات دي كلها بنسميها احنا تحت مسمى الاملاح، الاملاح اللي هي بتكون موجوده في التربه. طيب دي عيبها ايه؟ دي عيبها ان هي بتثبت لي العناصر اللي انا بسمدها، لان حضرتك العناصر اللي احنا بنسمدها غالبا بتكون كاتيونات. الكاتيونات دي ذات شحنه موجبه، والاملاح دي بتبقى انيونات يعني ذات شحنه سالبه. فشيء طبيعي لما بتنزل بحط انا التسميد بتاعي بتنزل التربه في المحلول المائي او المحلول الارضي، تمام، اللي بتكون جوه التربه، بتبتدي الموجب يجذب السالب ويمسكه. فنقول النبات انا سميت بس النبات مش قادر يستفيد. ليه؟ لان السالب ماسك الموجب. طب انا عشان خاطر اعرف قد ايه بقى نسبه الاملاح دي في التربه، يبقى انا لازم اعمل التحليل. تمام. طيب بناء على النسبه بتاعتها هقدر كمان اعرف، اولا هعرف ايه نوع الملح السائد عندي، لان نوع الملح السائد ده هيفرق في نوع السماد او الصوره الكيميائيه للسماد اللي انا هستخدمه. هل ممكن نتيجه التحليل تقول ان التربه غير صالحه لزراعه الموالح؟ هقول لحضرتك على حاجه. طبعا. طبعا لو لان الموالح ليها مدى معين من نسبه الملوحه اللي موجوده في التربه. هو الموالح من الاشجار اللي يعني متوسطه التحمل للاملاح او للملوحه. تمام. طيب احنا في عندنا مثلا رينج لحد مثلا من 400 ل 450 بي بي ام املاح في التربه ممكن تسمح بنمو كل المحاصيل او كل انواع النباتات اللي احنا نعرفها. اعلى من كده بنبتدي نقلق. تمام. بنبتدي نقول لا، لازم يكون بقى نبتدي نشوف بقى النسبه قد ايه، ونشوف احتياج كل محصول من المحاصيل قد ايه من الملوحه، او تحمله قد ايه من الملوحه، وبناء عليها ابتدي اتعامل معاه. طب ممكن نعالجها او هندل الموضوع دوت ازاي؟ اما بان انا استخدم فلاتر. طبعا حاليا في فلاتر وفي حاجات نظم حديثه كتير جدا كويسه ومش مكلفه زي زمان. تمام. ممكن المزارع يعتمد عليها خاصه لو هو بيروي من مياه ابار ونسبه الاملاح موجوده في الميه عاليه. تمام. كلور، صوديوم، تمام، الكربونات، الكبريتات، كل العناصر الانيونات اللي هي ممكن تسبب لي ملوحه في التربه او تزود من ملوحه التربه اكتر. تمام. طب ما انا لو استخدمت نظام ري في فلاتر يبقى انا كده قللت من نسبه الاملاح او من ضرر الاملاح، مش هنقول قللت من نسبتها، لان هو الفلتر مش بيخلصني من كل الاملاح، هو بيقلل لي نسبتها. تمام. او بيكسرها وبيخليها ما تقومش بالدور بتاعها الضار اللي هو بيحصل في التربة. ده فكره الفلتر. تمام. طيب او ممكن ان انا اجيب اصناف متطعمه على اصول، الاصول دي بتتحمل الايه الملوح، مثلا زي مثلا صنف مثلا زي الكلوباترا. تمام. ده بيتحمل الكربونات الكالسيوم العاليه في التربه. تمام. صنف مثلا زي النارنج الى حد ما متوسط التحمل للملوحه بتاعه الارض. يبقى اذا انا هشوف الاصول بتاعتي. تمام. كشتله هشوف الميه بتاعتي اقدر اتعامل معاها ازاي، اشوف التربه بتاعتي لما احللها هتعامل معاها ازاي، وازاي اقلل فيها نسبه
الأملاح. كل دي خطوة أساسية في البداية خالص بيغفلها أغلب المزارعين للأسف. تمام، احنا بنقول لهم لازم التحليل، التحليل ضروري وهم. احنا برضو محتاجين بقى علشان ناكد على الخطوه دي، لان زي ما حضرتك بتقول انه كثير من المزارعين بيغفل هذه الخطوه اللي حضرتك ذكرت ان هي من اهم، وبل هي اهم، ان هي البدايه وعلى اساسها بيتم بناء كل العمليات الزراعيه التاليه. اذا اغفل المزارع هذه الخطوه ماذا يحدث للمحصول؟ اولا هيتعرض لمشاكل كتير. بتقابلنا كتير جدا مشاكل، بتجيلنا شكاوى من المزارعين، بنروح بنعمل لهم مثلا معاينه، او حتى ممكن من غير ما اروح اعمل معاينه، بمجرد ان بساله عده اسئله بكتشف ان هو جاب صنف، هو مثلا عايز يزرع مثلا وليكن مثلا نوع من انواع مثلا المانجو. تمام، بدون ما يدري ان المانجو دي ليها احتياجات من الملوحه في التربه. تمام، لو عدت الحد دوت الشجره هتبتدي كل العناصر والغذاء اللي انا بحطه لها بيبتدي يضمص على سطح حبيبات التربه، سواء بقى رمل او طين او سلت اللي هو اللي هي الارض الطميه. تمام، وبيتثبت من خلال الاملاح على سطح الايه حبيبات التربه، فالنبات ما بيقدرش يستفيد منه بالصوره المثلى. ده معناه ان انا ما فيش عندي انتاج، او مش ما فيش عندي انتاج، يعني مش الشجره مش هتنتج خالص، لا هي هتنتج بس انتاج ضعيف. كما ونوعا، نوعا دي يعني جوده، يعني جوده الثمار هتكون ضعيفه والكميه بتاعتها قليله، بل انها هتدخلها برضه في مشكلة تانية، انها ممكن تكون اشجار تظل اشجار متقزمه ما تاخدش الحجم الطبيعي بتاعها، ودي برضه من النقط المهمه. يبقى اذا اللي هو لو اغفل هذه النقطه، اولا ممكن يزرع صنف او نوع في مكان غير مناسب، وبعد كده ما ياخدش منه محصول او يموت منه في المرحله الاولى من حياته. تمام، او ان هو لو حتى المحصول ده تحمل وكمل هيكون الانتاج بتاعه ضعيف. يبقى اذا المرحله دي مرحلة أساسية وهامة وفارقة جدا، عشان احنا مثلا بنقول ان وليكن مثلا فدان الموالح مثلا هيجيب مثلا من 12 ل 15 طن، طب هو هيوصل لهم ازاي؟ عشان خاطر يوصل للكمية دي لازم يكون من البداية انا فهمت البداية تبقى صح بالظبط المكونات بتاعتي ايه، عشان اعرف انا هتعامل معاه ازاي واوصل للمحصول العالي او اعلى انتاجيه. تمام، طيب انا جهزت التربه، اتاكدت من صلاحيتها لزراعه الموالح، بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده هنبتدي ندخل في مرحله مهمه ثانيه، هي مسافات الغرس، ودي برضو من ضمن المشاكل اللي المزارعين بيغفلوها. انا مش عايز ادخل في تفاصيل مسافات الغرس زياده عن اللزوم عشان ما نبعدش عن الموضوع بتاعنا. هنقول ايه علاقه مسافات الغرس بالتسميد. علاقه مسافات الغرس ان انا التزم بمسافات الغرس الموصى بها. تمام، بالنسبه للتسميد، ان انا لما اجي اعمل الخدمه الشتوي لو انا مش ملتزم بمسافات الغرس وزرع على مسافات ضيقه، بالتالي حضرتك الجذور بتتداخل وبتتشابك مع بعضها بعد فتره من الوقت لما الاشجار بتكبر. اجي اعمل لها الخدمه الشتوي اللي هي السماد البلدي اللي انا بنزله، وانا بعمل بحفر الخندق بتاعي ببتدي اقطع الجذور، الجذور المصه، فابتدي ادور الشجر. تمام، يبقى دي علاقه مسافات الغرس بالتسميد. كمان مسافات الغرس هتنفعني في ان انا لما اجي هعمل مثلا رش ورقي، يعني تسميد ورقي. تمام، امشي ازاي الجرار بتاعي او العامل بتاعي ازاي يمشي او الموتور بتاعي ازاي يمشي عشان خاطر ارش الاشجار واسمدها ورقيا. لو انا مش ملتزم بمسافات الغرس هتكون الاشجار والافرع متشابكه وداخله في بعضها، مش هعرف اتحرك جوه الحديقه بتاعتي، والعمال بتاعي مش هعرف اتحرك جوه الحديقه بتاعتي، وبالتالي برضو هيبقى برضو في مشاكل في الري، وهكذا توالي لنفس المشكله. طيب ده بالنسبه لمسافات الغرس. طب انا زرعت خلاص، حللت ميتي وعرفت تركيبه ميتي وتربتي. تمام، وعملت مسافات غرس جيده، هنبتدي ندخل بقى في المعاملات السماديه. طيب المعاملات السماديه، المراحل الاولى من عمر النبات، يعني اول 4-5 سنين اللي هي الشجره فيهم لسه ما بشرتش او لسه ما انتجتش الانتاج الاقتصادي المعروف، هيبقى ليها نظام في التسميد. الاشجار اللي اكبر من 5 سنين اللي بدات تنتج لحد 15 سنه ليها نظام اخر في التسميد. الاشجار اللي اكتر من 15 سنه ليها نظام اخر في التسميد والمعاملات والخدمه كلها. خلينا طيب. نبدا الاول بالمرحله الاولى. المرحله الاولى الشجره في بدايه نموها ما بتكونش محتاجه كل العناصر الغذائيه اللي احنا هنتكلم عليهم. بتكون محتاجه للازوت، محتاجه للفوسفور، الازوت عشان خاطر طبعا النموات الخضريه، محتاجه للفوسفور عشان خاطر النموات الجدريه والجدر بتاعها ينمو، محتاجه للبوتاسيوم وباقي العناصر بنسب بسيطه جدا. تمام، ممكن نتلافاها في اول سنتين او اول 3 سنين ما تكونش الشجره محتاجه ليهم كتير. بدات الشجره تدخل في دور ان هي بتبشر، دي يعني بدات تدين محصول بسيط خفيف، بدات تطلع لي براعم زهريه. تمام، عرفت ان هي بدات تتحول من مرحله الطفوله او مرحله الشباب الى مرحله النضج والاثمار. طيب
عدينا المرحله دي هنبتدي ندخل بقى في المرحله ان الاشجار كبرت، ونبتدي بقى ندخل بقى في فكره الخدمه الشتوي والسماد البلدي ودور السماد البلدي في الموضوع ايه، والعناصر الغذائيه اللي انا هحطها والاسمده المعدنيه اللي انا هستخدمها في الصوره شكلها عامل ازاي. تمام، دي بقى الخطوه اللي بتكون تاليه لهذا. طيب الموضوع خلينا نقف بس هنا عند النقطه دي، لانه كثير من الاستفسارات بيجي حول انا زرعت موالح وديتني محصول قليل. ده حضرتك هنا بتقول ان المرحله الاولى اصلا دي طبيعتها، دي طبيعتها طبيعتها ان الشجره طالما ما وصلتش لمرحله الحمل او بنسميها مرحله الاثمار، تمام، او الازهار، بتكون احتياجاتها من المغذيات بسيطه على قد النمو الخضري بتاعها، تمام. فاحنا بنهتم بالتسميد الازوتي والفوسفاتي والبوتاسيوم، تمام، بجانب الكالسيوم والمغنيسيوم اللي هي برضو عناصر اساسيه وبنائيه بتدخل في البناء. ممكن العناصر الصغرى اللي هي بتبقى عناصر وظيفيه، اغلبها عناصر وظيفيه مش بتكون مهمه او ضروريه قوي في المراحل الاولى من عمر النبات، الا لو ظهر ليها اعراض نقص، تمام، دي حاله تانية، تمام. لكن ما ظهرش اعراض نقص خلاص، انا كده كده مفترض ان انا حللت تربتي وحللت ميتي وعرفت هي تركيبتها الكيميائيه ايه. فلو انا شايف ان هي محتاجه للعناصر دي اضيفها، مش محتاجه للعناصر دي خلاص ممكن ما يعني، ما هو برضو المردود سوري التكاليف اللي هي بتتصرف في عمليه الانتاج مهمه بالنسبه للمزارع. انا مش هقول له مثلا روح هات عناصر ورشها والشجره مش محتاجه لها، يبقى هو كده تكلفه على الفاضي. طيب تمام، مصاريف. خلينا نقف هنا، احنا وقفنا هنا عند بدايه المرحله الثانيه من عمر الشجر. طيب خلينا ناخد احمد من الاسماعيليه. يا استاذ احمد اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. مرحبا بالضيف اللي عندك وقناه مصر الزراعيه كلها. اهلا بيك. قول بالمذيعين اللي فيها كلهم يا مرحبا. اهلا بيك، اهلا بيك، اتفضل يا فندم. الله يكرمك. عندي سؤال للباشمهندس، ممكن اساله بس لحضرتك؟ تحت امرك. سؤالين، ربنا يبارك لك. اتفضل. بالنسبه للزرع الزيتون، انا راجل ما عنديش ارض ملك ولا حاجه، بس داير يعني شغال مع في المزارع. تمام. والسؤال ده يهمني قوي. الزيتون هل هو فعلا بيحب الميه المالحه ولا لازم الميه الحلوه؟ دي حاجه. طيب انا دلوقتي ما عنديش يعني ميه مالحه، طيب وشغال على الميه الحلوه، هل افكره في بتفكير الفلاح الامي ازود له ملح اللي هو الطعام ده واعمله سماده، ولا في حاجه وسيله تاني الباشمهندس هيقولها لنا؟ السؤال الثاني بالنسبه للمانجا، التكتلات اللي هي ازلها، هل رش البحوث الزراعيه اشتغلت عليه علشان بدل ما انا اجيب عماله واشتغل بيها يكون مثلا الرش ده ان هو هيفيد وان هو هيطلع لي من التكتلات دي ثمر، بدل ما هو انا ابص وهبهدل الدنيا. وشكرا لكم يا استاذ. شكرا، شكرا يا استاذ احمد، بشكرك. استاذ احمد من الاسماعيليه، هو الاول هنبدا بالزيتون، هل الزيتون المفروض الري بتاعه يبقى بكميات كبيره وملحه؟ لا لا، هو احنا لما بنيجي نتكلم ونقول ان في بعض المحاصيل او الاشجار بتتحمل نسب عاليه من الملوحه، زي مثلا الزيتون، التين، النخيل، الرمان، تمام، المحاصيل دي هي بطبيعتها بتتحمل نسب عاليه من الملوحه، فلو اتزرعت في اراضي ملحيه او بتروى بماء مالح، تمام، في الغالب ما بتتاثرش او بيكون التاثير عليها بسيط، وبنقدر نحسن المشكله دي بالمعاملات الكيميائيه اللي هي في التسميد اللي احنا هنقول عليها، تمام. طيب لكن انا بروي بميه كويسه خلاص، انا ايه اللي يخليني اروح يعني الاصل أحط الاصل في الموضوع هو الري بمياه عذبه. بالظبط، صح كده. هو هقول لحضرتك على حاجه، وعموما الميه عموما اي ميه انا بروي بيها، مفيش ميه ما فيهاش املاح، تمام. الميه اصلا ما بتوجدش بصورتها الطبيعيه او اللي هي الجزيء بتاع ال H2O بصورته النقيه دي، غير في الماء المقطر فقط. انما اي ميه اللي احنا بنشربها، اللي احنا بنتعامل بيها في اي مكان، بنروي بيها الزرع، اي ميه موجوده على سطح الارض هي دائما موجوده في شكل محلول، محلول ملحي، محلول سكري، على حسب نوع المذاب اللي مذاب جوه الميه نفسه، تمام. طيب فهي الميه مش هتكون خاليه تماما من الاملاح، فانا مش محتاج ان انا اضيف لها ملح. بعدين هو بيتكلم مثلا عن ايه، على ملح زي الكلوريد، ملح اللي هو ملح طعم كلوريد الصوديوم، ده مشكله كبيره جدا، تمام. ده احنا اصلا عايزين نتخلص منه، لان هي دي الحاجات العناصر اللي بتنافس العناصر الاساسيه اللي النبات محتاجها، تمام. فاحنا اصلا محتاجين ان احنا نتخلص منها، يعني دائما بتكون عبء علينا، تمام. اما بالنسبه للجزئيه بتاعت التكتلات الزهريه اللي هو بيقال عليها في المانجو، هي ملهاش رش كمبيد، تمام، ولكن هي ليها معامله احنا بنعملها، اللي هي ان احنا بنقطع الـ او بنقص الشماريخ التكتلات الزهريه دي،
وبنقول له اهم حاجه العامل اللي هيعمل كده هي طبعا اما بتقصف يدويا تمام وبتتاخد لوحدها غالبا. احنا يعني ما بنحبش نقول ان احنا نحرق نواتج او مخلفات، ولكن للاسف الحاجات اللي هي بتكون فيها بكتيريا او فيروس تمام او سببها بكتيريا او فيروس ملهاش علاج، فانا لو تركتها او حتى دفنتها تمام انا كده ما اتخلصتش من المرض، ممكن المرض يرجع لي من تاني. صحيح. فهو الافضل ان احنا بنقول له بتجمع التكتلات دي وبتحرقها عشان خاطر تتخلص من الايه من التكتلات دي في المزرعه. بس اهم حاجه لو انت بتستخدم سلاح او العامل بيستخدم سلاح لازم يطهره. محلول كلوريكس 2% عادي، كلور العادي بتاعنا تمام، بنعمله بنخففه تمام، والمزارع او العامل يكون معاه زي اللي هو 2%. دي ازاي بالظبط علشان موضوع 2% وده يعني الممارسه نفسها بالظبط يعني 2 سنتي للتر الميه، 2 سنتي 2 سنتي من الـ من الـ من الـ من الكلور تمام للتر الميه تمام. عمليه بسيطه جدا يعني هو حتى لو جاب كوبايه من بتوع الشاي، كوبايه صغيره جدا من بتوع الشاي دول، واخد فيها مقدار كلور وراح خفه على لتر ميه على الازازه بتاعه اللتر اللي عندنا اللي موجوده في اي مكان تمام، خلاص هو كده عمل محلول الكلوروكس المطهر. فقط ان هو يحط المقص بتاعه في المحلول دوت زي المحلول عشان اللي يطهره. احنا بنعمله دلوقتي في ايام كورونا يعني بالظبط عشان ما ينقلش الاصابه من شجره لشجره. طيب احنا توقفنا، اتمنى تكون يعني ردينا على استفسار حضرتك استاذ احمد بشكل وافي. وقفنا عند المرحله الثانيه لعمر شجره الموالي، هنرجع ان شاء الله بعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم ولسه مكملين للمرشد الزراعي. لسه مكملين مع حضراتكم المرشد الزراعي، بنتكلم النهارده عن العمليات الزراعيه الخاصه بالمحاصيل البستانيه وخصوصا اشجار الفاكهه، ودلوقتي بنتكلم عن الموالح او اشجار الموالح بالتحديد. اتكلمنا عن اول مرحله من عمر النبات او من عمر الشجره، ووصلنا لتاني مرحله من عمر الشجره، ولسه مكملين مع مهندس عزت شمس اخصائي المحاصيل البستانيه. اهلا بيك يا باشمهندس مره ثانيه. وبنتكلم هنا بقى عن المرحله الثانيه، هنبدا نقول للناس ايه هي خصائص المرحله الثانيه من عمر شجره الموالح، وازاي بنتعامل في هذه المرحله كممارسات زراعيه صحيحه ودقيقه. تمام. طبعا هو في المرحله الاولى احنا مفترض ان احنا لما بنجهز الجوره اللي بنزرع فيها شتله الموالح لازم بكون حاطط فيها سماد بلدي، لان ده غالبا السماد اللي الشجره هتعتمد عليه في اول مراحل نموها. طيب جينا بدانا بقى ندخل في مرحله اسمار، يبقى انا لازم على الاقل سنه وسنه، يعني سنه اعمل تسميد بلدي سنه ما اعملش تسميد تمام، او كل سنه ايا كان، كل واحد على حسب القدره الماديه او الاقتصاديه بتاعته يقدر يكلف ايه. طيب هنتكلم في عمليه الخدمه الشتوي اللي احنا بنسميها الخدمه الشتوي، اللي هي بيضاف فيها الاسمده العضويه. احنا سميناها اسمده عضويه لان هي يندرج تحت منها اسمده حيوانيه واسمده نباتيه واسمده حيويه. ايه الثلاثه الفرق بينهم ايه؟ الاسمده الحيوانيه اللي هي معروفه الاسمده بتاعه الماشيه تمام او الصبلات الخيول، والاسمده بتاعه مزارع الدواجن او بتاعه الدجاج تمام. طيب هو لو هيستخدم سماد بلدي اللي هو بنسميه السماد البلدي العادي اللي هو بتاع الماشيه، لازم يكون تام التحلل، بنقوله لازم يكون تام التحلل اللي هو العضوي تمام. لازم يكون تام التحلل، يعني ياخد السماخ ويبتدي يحطه في شكل كوم على راس الارض ويغطيه. طب قبل ما يغطيه بيخلط معاه شويه من الرمله تمام، ويفضل ان هو يخلط معاه مجموعه العناصر بتاعته اللي هي تقريبا نص كميه السماد اللي هو كان هيحطها تمام. طبعا دوت في حاله ان هو شغال ري بالغمر تمام، لو ري بالتنقيط هو هيحط ربع الكميه وباقي الكميه هيضيفها من خلال شبكه الري بالتنقيط، ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب بالنسبه للكميات اللي هيحطها، هيحط مع الكمة السماديه ديت شكارتين او 100 كيلو سلفات نشادر، ويفضل انها تكون في الصوره محببه مش في الصوره اللي هي سهله الذوبان. ويحط سوبر فوسفات الكالسيوم، سوبر فوسفات الكالسيوم الاحادي اللي هو محبب برضو تمام. ليه؟ لان الاسمده المحببه دي بتكون بطيئه الذوبان، بنسميها بطيئه الذوبان. ليه انا ايه فرق انها بطيئه الذوبان؟ بطيئه الذوبان دي يعني النبات هيستفيد منها على مراحل خلال المراحل بتاعه النمو المختلفه، مش هيفقدها كلها مره واحده.
فبالتالي لما تيجي عليها الميه مش كلها تتغسل وتروح في الرشح بتاع الماء الراشح، لا يفضل موجود منها جزء النبات بيستخدمه كل فتره. طيب وبنضيف معها تقريبا نص الكميه بتاعه سلفات البوتاسيوم في شكل شكاره سلفات بوتاسيوم. تمام. طيب ولازم نحط برده 50 كيلو من الكبريت الزراعي، لان الكبريت الزراعي اولا بيزود نسبه الحموضه، ولما تزيد نسبه الحموضه دي بتخلي العناصر ميسره اكتر. كمان عنصر الكبريت هو من العناصر اللي احنا بنواجه بيها الامراض او المسببات الفطريه، يعني ممكن هتموت لي الاعفان اللي موجوده في السماد البلدي. ده كمان هيخلي السماد سريع التحلل، لانه بيرفع من درجه حراره او بيساعد من رفع على رفع درجه حراره السماد البلدي، فبالتالي بيسهل وبيسرع من ان هو ايه يتحول الى سماد متحلل في وقت اسرع من ان انا اسيبه بدون المكونات دي كلها. طيب عملت الكومه بتاعتي دي، لازم اجي اعمل خندق دوت يكون على مسافه 70 ل 75 سنتي، يعني تمام متر الا ربع. طب انا بغوط يعني او بعمق ليه الخندق بتاعي؟ بعمق الخندق بتاعي عشان الجذور دايما بتروح في اتجاه او بتنمو في اتجاه الغذاء والماء. تمام. فانا لما بحط له السباخ على مسافه تحت بخلي الجدر يتعمق. طب انا هستفيد ايه من تعمق الجدر؟ تعمق الجدر ده معناه ان هو هيصل الى كميه غذاء اكتر، معناه ان هو هيستفيد من الميه ويمتص ميه اكتر، ومش هيكون في الطبقه السطحيه او يتراكم او يتركز ويكون جذور سطحيه. فبالتالي هيكون ثبات الشجره اقوى، لان الجدر من ضمن المهام بتاعته ان هو بيثبت الشجره ضد الرياح، فما تتكسرش، ما يبقاش سهل ان الشجره تنقلع من مكانها. يبقى انا بعمق السماد بتاعي في التربه عشان خاطر استفاد من كل هذه النقط. طيب ده احنا كده اتكلمنا على الدفعات الاساسيه اللي هي العناصر الاساسيه اللي هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. تمام. اللي هو النبات بيحتاجهم بكميات كبيره، ممكن وضفنا معهم الكبريت. طيب بالنسبه للكالسيوم، الكالسيوم طيب. موجود نقف هنا عند طيب. الكالسيوم، خلينا نقف عند النقطه دي وناخد اتصال من استاذ محمد من الشرقيه. يا استاذ محمد اهلا بيك. يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. في شهر 5 البرتقال بيقع. تمام. بيسقط من النهي. تمام. ده حصل معاك السنه اللي فاتت؟ اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. اللي فاتت واللي قبلها. تمام. طب بيتبقى يعني انتاج على الشجره ولا كله بيسقط؟ لا يعني بيبقى فيها ما يعني ما فيش الفدان ونص جاي، الفدان وربع جايب لنا 5 سم. تمام. طيب بشكرك استاذ محمد من الشرقيه. ناخد كمان استاذ محمود من الشرقيه. يا استاذ محمود، يا استاذ محمود اهلا بيك. طيب نحاول نتواصل مره ثانيه نرد عليه. البرتقال ليه بيقع في شهر 5؟ البرتقال ليه بيقع في شهر 5؟ عشان شهر 5 فيه الرياح الخمسين. تمام. وغالبا بيكون في رياح شديده، وده تقريبا منتصف الربيع، يعني نقول منتصف الربيع تقريبا. في تساقط بنسميه تساقط طبيعي. تمام. ان الشجره ما بتحملش اكتر من الكميه اللي هي تقدر تحملها من الثمار والازهار. تمام. فبالتالي الباقي هي طبيعي بتسقطه. وفي تساقط بيكون مش طبيعي، اللي هو بيكون ناتج من ان في نقص عناصر معينه. تمام. او في ملوحه في التربه، او في امراض ممكن تسبب لي القصه دي. طيب احنا هننصحه ايه من الناحيه التسميديه؟ بنقول له ان لازم قبل الخروج قبل خروج الازهار بتاعه الموالح لازم بيكون في رشه بنسميها رشه زياده العقد او زياده نسبه التزهير، اللي هي بتكون ايه؟ بتكون عباره عن العناصر الصغرى تمام في صوره مخلبيه، وعنصر الكالسيوم والبورون مع بعض. تمام. طيب ليه الكالسيوم والبورون مع بعض؟ لان الكالسيوم والبورون بيشتغلوا كعنصرين، بيشتغلوا مع بعض، كل واحد فيهم وجوده تمام مهم للتاني. لان البورون هو العنصر اللي بيسهل دخول وانتقال الكالسيوم داخل الخلايا. تمام. طيب والكالسيوم مهم عشان خاطر هو اللي بيبني الجذور الخلويه، فبيخلي الخلايا جذورها صلبه، فبالتالي الثمره ما تنفصلش بسهوله او الزهره ما تنفصلش بسهوله وتقع بدون ما يكون حصل لها تلقيح. تمام. طيب ده بالنسبه للمعاملات السماديه. العناصر الصغرى هيبقى مهمتها ايه هنا؟ العناصر الصغرى هنا مهمتها لان العناصر الصغرى دي عناصر بنسميها عناصر وظيفيه. يعني ايه؟ يعني كل واحد فيهم له وظيفه معينه،
بيدخل في التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل داخل الخليه احنا ما بنشوفهاش، تمام، اللي هي هدفها ان هي بتنقل المواد العضويه او بتكون او مركبات عضويه مهمه عشان خاطر تشجع النمو والنمو وتكوين خلايا جديده، وبالتالي هتبقى الثمار تكبر في الحجم وهكذا. يبقى دي رشه. في رشه ثانيه بعد العقد، يعني خلاص الشجره عقدت، تمام، بنرش نفس المركبات العناصر الصغرى والكالسيوم والبورون. طب الرشه دي هدفها ايه؟ الرشه دي هدفها بنسميها تثبيت العقد عشان العقد بقى ما يقعش، تمام. يبقى انا اول واحده زودت العقد، ثاني واحده بثبت العقد. طيب كملت ودخلت بقى في شهور الصيف في شهر 6 مثلا، وبدات المسمى الزراعي اللي اغلب المزارعين عارفينه اللي هو نزول النقطه، يعني الجنين بتاع الثمره اكتمل نموه وبدات الثمره هتبتدي تكبر بقى في الحجم وتزداد في الحجم. هنا بدي رشه ثالثه علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الثمار تكبر وتتلون وتزيد في الحلاوه. يبقى احنا كده عالجنا الموضوع من الناحيه التسميديه، انما لو في مشاكل اخرى مرضيه لا دي هيبقى ليها تعامل اخر. تمام، يعني احنا برضو لو هو عايز اي استفسار هو ممكن يتواصل معانا وننزل نعمل له معاينه ونشوف بنفسنا ايه المشاكل اللي ممكن تكون عنده في الارض بتاعته. طيب تمام، احنا معانا استاذ محمود من الشرقيه معانا ولا الخط قطع؟ يا شباب. طيب يا استاذ جلال اهلا بيك يا فندم، اتفضل. دلوقتي احنا عندنا، احنا العنب عندنا حضرتك في نسبة سكون. معلش من الاول يا استاذ جلال بعد اذنك. العنب عندنا حضرتك نسبة سكون كبيرة. تمام. دي من العوامل الجوية، هل في حاجة تكثر لنا السكون للشجرة الطرحة بتاعتها تخرج بشكل جيد شوية عن ما هي عليه؟ تمام. استفسار تاني؟ أي استفسار تاني؟ لا شكرا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. نرد عليه الدوائر. العنب ليه معامله اسمها رش الدورمكس. الدورمكس دوت منظم نمو ودوره ان هو بيكسر مرحله السكون. تمام. هو مفترض ان هو كان يترش في شهر يناير الماضي. تمام، لان حضرتك العنب يعني من المحاصيل اللي هي بتكون مبكره التزهير شويه. تمام. هي وجميع المتساقطات تقريبا بيكونوا مبكرين في التزهير عن مستديمه الخضره. هو كان مفترض يعمل المعامله دي. طيب هو ما عملش المعامله دي وعدته، والاشجار دلوقتي لسه برضو العيون بتاعتها او البرامج بتاعتها لسه ما اتحركتش، يبتدي يعمل يدي التسميد بتاعه عادي. تمام، يسمد يضيف الدفعه بتاعه الازوت، تمام، ودفعه الفوسفور ودفعه البوتاسيوم بتاعته، وهي طبيعي هتحرك الشجره، هي هتتحرك متاخر يعني هي كده كده هتطلع، ولكن تباين الظروف الجويه وهو ما استخدمش كسرات السكون من البدايه، تمام، فبالتالي هتطلع في الميعاد الطبيعي بتاعها اللي هي كانت مفترض انها تطلع فيه اللي هو في شهر 3 و4 عادي جدا، وبالتالي المحصول بتاعه هيتاخر شويه. تمام، لكن من ناحيه ان البرامج هتتفتح، لا البرامج هتتفتح طبعا طبيعي. تمام، بس بتتفتح بميعادها. احنا الرش بتاع الدورمكس هو كسرات سكون عشان بنبكر في عمليه التزهير عشان يبقى بدري. دي عمليه اقتصاديه يعني عمليه تجاريه اكتر من انها عمليه زراعيه عشان المحصول ينزل بدري فيلحق يتصدر او يدخل في الاسواق الاوروبيه بدري عن بقيه الدول الثانيه اللي هي بتنافسنا في فكره التصدير للثمار او للمحاصيل. تمام. طيب خلينا نرجع بقى للمراحل، وكنا توقفنا عند المرحله الثانيه. هل المرحله الثانيه فيها اي تفاصيل ثانيه قبل ما ننتقل للثالثه؟ طبعا في لسه تفاصيل كتير، يعني احنا كنا وقفنا عند الجزئيه بتاعه الكالسيوم. تمام، خلينا بس نفكر الناس عشان الناس ما تتوهش مننا، احنا بنتكلم على مراحل عمر اشجار الموالح والعمليات الزراعيه، بس مركزين اكتر على عمليات التسميد عشان بس الناس ما تفصلش مننا. عنصر الكالسيوم بالمناسبه، عنصر الكالسيوم لما بنيجي نسمده في التربه، ودي برضو من ضمن الاخطاء الشائعه، عنصر الكالسيوم من العناصر اللي يعني احنا بنقولها بالبلدي كده ما بتحبش الشريك او ملهاش شريك، ما ينفعش اخلطها مع اي عنصر اخر. التسميد بتاعها لازم يكون تسميد منفرد، الا لو هي موجوده في صوره مخلبيه او في صوره سائل انا برشه. تمام، هي بتبقى تركيبته الكيميائيه كده، ممكن يكون معاها عناصر اخرى. تمام، بس هو جاي تركيبته الكيميائيه كده، او ممكن يكون في شكل مثلا نترات كالسيوم. تمام، هو تركيبته الكيميائيه كده. تمام، دي التركيبه اللي بتنزل الارض وبتبتدي تنقسم للشقين بتوعها،
الشجره بتاخد الكالسيوم لوحده وبتاخد النترات او شق النترات لوحده. لكن ان انا اجي اضيف بقى نوع اخر من السماد، يعني مثلا احط اكون مثلا مسمد مثلا بكبريتات كالسيوم او بنترات كالسيوم، واجي بعد منها مثلا اقوم مسمد بحامض فوسفوريك، مشكله. او احط على السماد حامض فوسفوريك برده مشكله، تمام؟ او اخلط معاه اي حاجه فيها عنصر الفوسفور او عنصر البوتاسيوم، كده انا ضمنت اني لا الشجره هتستفاد لا من الكالسيوم ولا تستفاد من العناصر الاخرى، تمام؟ طيب يبقى احنا لازم بنقول للمزارع قبل التسميد بتاع الكالسيوم باسبوع وبعد تسميد الكالسيوم باسبوع ما تسمدش اي عناصر تانية في التربه. عايز تسمدها ممكن تسمدها رش على الورق في صوره مخلبيه، يفضل انها تكون في صوره مخلبيه لان صوره السلفات بتكون بطيئه واغلبها بتروح في بنسميها الغسيل وقت الرش نفسه، يعني ما بتثبتش على سطح الورقه. على ما بتيجي الخلايا بتاعه البشره بتاعه الورقه تفتح الصغور بتاعتها عشان تمتص المغذيات او العناصر، بتكون بقيه الكميات انغسلت او سقطت مع نقط الماء او قطرات الماء. فبنقول لازم تكون في صوره مخلبيه عشان نضمن ان الشجره تمتصها بسرعه قبل الجفاف. المرحله اللي بعد كده، المرحله اللي بعد كده الشجره خلاص احنا هي المرحله الثالثه، هي الثانيه والثالثه متشابهين. طيب خلينا نقف هنا. واستاذ جمال من اسوان، يا استاذ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نعرف سبب زراعه المانجا في الاراضي الجديده. سبب زراعه المانجا، سبب زراعه المانجا في الاراضي الجديده، على الاراضي الجديده اللي والنوع النوع اللي بيستحمل ملوحه يعني. طيب حاضر بشكرك استاذ جمال من اسوان. هو مش السبب، هو عايز يقول ايه الانواع الصالحه للاراضي الجديده اللي ممكن. لا هو احنا بقى مش هنقول الانواع اللي صالحه للاراضي الجديده لان هو من اسوان، تمام؟ فلو هو ارضه في اسوان فمش هينفع معاه الاصناف الامريكيه، تمام؟ ما هو المانجو عندنا نوعين، في اصناف هنديه اللي احنا غالبا بنقول عليها اصناف بلديه او الاصناف القديمه، وفي اصناف امريكيه او اللي هي بنسميها الاصناف الجديده، تمام؟ طيب الاصناف الهنديه دي اصناف اصلا استوائيه، محتاجه درجه حراره عاليه على مدار السنه ورطوبه عاليه. طب الكلام ده هيتوفر فين؟ هيتوفر عندك تحت في اسوان، فانت مش هينفع تزرع لاكيت ولا كنت ولا نعومي، يعني كل الاصناف الامريكيه مش هتنفع معاك، تمام؟ ليه؟ لان الاصناف دي بتكون محتاجه شيء من البروده في الشتاء، ده ما بيتوفرش عندك تحت في اسوان، تمام؟ يبقى انت هتزرع اصناف قديمه، معاك العويس، معاك الصديق، معاك الزبده، معاك السكري، تمام؟ الاصل بتاعها هيكون اصل سكري، لازم يكون اصل سكري، اصل سكري اصل متوافق مع الاراضي الصحراويه ومع الاراضي الطينيه، بينفع في اي نوع، هو معاه مدى واسع جدا من انواع الاراضي، وهو هيجود هناك في اسوان، وده اللي موجود بالفعل، يعني دي الزراعات اللي موجوده بالفعل هناك في اسوان. تمام، طيب خلينا ناخد كمان استاذ فؤاد. مساء الفل يا مهندس. مساء الفل يا استاذ فؤاد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، عايز اسال بس على عمليه التبكير اللي هو شجره التين. عملية ممكن التبكير، عملية تبكير الشجر التين بحيث انه يبقى، هل هو زي العنب؟ تمام، عشان ينزل السوق بدري يعني. تبكير شجرة التين، فهمت حضرتك السؤال؟ تبكير شجرة التين، صح كده؟ التبكير، التبكير. ايوه كده، تمام. بشكرك، شكرا جزيلا استاذ فؤاد. حال التين حاله حال العنب لان هو من متساقطات الاوراق، تمام؟ فممكن ياخد برضو رشه الدورميكس، تمام، او كسرات السكون ويطلع بدري، تمام، ومحصوله يطلع بدري. هو غالبا في الظهير اللي هو الغربي او الصحراء الغربيه اللي هي الواحات، تمام، وفي جنوب مصر او في الصعيد بيكون فعلا بيطلع بدري عن التين اللي هو بيكون مزروع في السواحل او على زراعات مطريه، تمام. ده اللي بيكون غالبا بيطلع متاخر، يعني هو فهو حلو حلان. ده بالفعل، يعني ده اللي موجود بالفعل على ارض الواقع يعني. فهو عادي ممكن يعاملوا بنفس المعاملات. طيب. وممكن برضو نقطه يعني برضو نقولها نذكرها، ان الرش بالزيت الصيفي، طبعا هو دلوقتي حاليا احنا قلنا بننصح المزارعين ما فيش رش باي زيت شتوي او بيسموه الفولك او الزيت التقيل، ما ينفعش انه بيضر الاشجار، مش بينفع، تمام. فاحنا بننصحهم ان هم بيرشوا زيت صيفي خفيف او بنسميه الزيت المعدني. الزيت بطبيعته بيرفع درجه حراره بتاعه الايه الانسجه النباتيه اللي هو موجود عليها، فبالتالي بيدفي البرعم فبيخليه يطلع او يفتح بدري. يبقى اذا رش الزيت منه مكافحه ووقايه، تمام، ومنه في نفس الوقت ان هو بيبكر لي الايه المحصول بتاعي. طيب ساعه
سريعا جدا عشان احنا بنختم خلاص، اخر مرحله اهم التفاصيل فيها، واحنا طبعا ان شاء الله مكملين في حلقات اخرى مع حضرتك باذن الله نتكلم بالتفصيل يعني. تمام. اهم حاجه ان احنا لما عدينا مرحله الخدمه الشتوي وضفنا الاسمده، ضفناها في الاول بصوره سلفات او كبريتات. ليه؟ لان دي الصوره بطيئه الذوبان. هو طبيعه شق الكبريتات لما بينزل في المحلول الارضي بيبقى بطيء الذوبان او بطيء الانفصال. انما لما نعدي المرحله دي ونبتدي ندخل في مرحله ان البراعم بدات تتفتح وتطلع لي المواد خضريه والمواد زهريه، يبقى انا لازم احول صوره السمديه بتاعتي الى صوره النطرات، سواء كانت نطرات فقط لوحدها، او نطرات نشادر، او نطرات كالسيوم، او نطرات بوتاسيوم. نطرات لوحدها او نطرات النشادر دي انا محتاجها في المرحله الاولانيه اللي هي لسه فيها نمو خضري والشجره لسه بتطلع اوراق. تمام. طيب لان سريع النطرات، سريعه الامتصاص مع العناصر بتاعتها. بعد كده خلصت المرحله بتاعه النمو الخضري والازهار طلعت عندي وبدات تعقد، لا انا كده هبتدي اتجه الى نطرات الكالسيوم ونطرات البوتاسيوم على بقيه مراحل الموسم. طبعا ده في حاله ان انا بستخدم النوعيه دي من الاسمده. في اسمده ثانيه اسمها اسمده مركبه. تمام. طيب الاسمده المركبه دي لو انا بحطها في بدايه موسم النمو، هحطها مثلا في صوره 19 19 19 او 20 20 20. طيب دخلت في مرحله اثمار وازهار، تمام، وبقى عندي زهر او عندي ثمار، والثمار دي بتنمو وبتكبر في الحجم، انا مش محتاج لا النيتروجين ولا محتاج البوتاسيوم. فاما بجيبها في شكل اسمده مركبه فيها النيتروجين والفوسفور قليلين والبوتاسيوم عالي، او بنستخدم نوع تاني مركب برضو اسمه 0050. تمام. يعني انا بشكرك جدا. طبعا انا عارفه ان في تفاصيل في النص انت كنت عايز تقولها تاني، لانه دايما بنقول العمليات الزراعيه محتاجه تفاصيل دقيقه جدا علشان المشاهد بتاعنا يبقى واخد المعلومه كامله مكمله. انا بشكرك جدا جدا على وجودك معايا مهندس عزة شمس اخصائي المحاصيل البستانيه، نورتني وشرفتني. ولقاء اخر ان شاء الله في حلقه اخرى من المرشد الزراعي. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. بشكركم على حسن المتابعه، ومره ثانيه عزائنا لنفسنا وعزائنا لكل الشعب المصري في حادث القطار وفي في حادث العقار. ومرة تانية مصر أقوى من أي حادث، مصر أقوى من أي أشخاص، مصر مش أشخاص مش أحداث. ستظل مصر آبية، ستظل مصر تبني، ستظل مصر تزرع، وهتفضل دايما مصر آبية قوية رغم أنف الحاقدين سواء داخليا أو خارجيا. السلام عليكم.